هذا ويتواصل العدوان الصهيوني لليوم 88 بعد 200 على قطاع غزة، حيث استشهد 25 فلسطينيا وأصيب العشرات بين الليلة الماضية واليوم في قصف استهدف منازل في جباليا والنصيرات والبريج. كما واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها المكثفة لمخيمات النازحين بقطاع غزة. هذا وأثار قرار محكمة العدل الدولية الذي عد احتلال الكيان الصهيوني الأراضي الفلسطينية غير شرعيا، مع الإقرار بوجوب إنهائه فورا وتعويض الفلسطينيين عن الخسائر التي لحقت بهم. أثار ردود فعل واسعة، حيث أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه سيحيل بشكل عاجل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة، التي طلبت من جهة أخرى مشورة المحكمة حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني في غزة.